عليكم، شي ضربت بواحد التحميمه صافي راه حبسونا في الدار. صافي حطيت لوليداتي في الصباح في ليكول وجيت قلت نضربها بواحد التحميمه الا لا نكمد عظيماتي قبل ما يسدوا لينا حتى هاد السبا. هاد السبا زوينه، فيها حمام، جاكوزي، بيسين، فيها كل شيء. عندي كازي فين كنديروا الحوايج ديالنا، دونك انا غادي نجمع كل شيء الحوايج ديالي. نسيت ما جبتش البلاستيكه باش ندير الصباطي. دونك هنا كيشرحوا لك كل شيء شنو غادي ديري. كتسدي الكازي هو الاول باغ اكزومبل، كديري ان كود ربعات الارقام فوالا، كديري اوكي 362. دونك سي بون، دابا هي غادي نمشي ندير ان غوماج. هو زوينين بزاف بالنسبه للناس اللي كيمشيو لابيسين واللي كيمشيو البحر ولا لابيسين، مزيان. واللي كيجي بحال هكذا الحمام مزيان. كنت خديتو هادي شي عامين ولا معرفت 3 سنين من ديكاتلون، ما غاليش بزاف، كيدير شي 6 اورو بحال هكذا كل ما. دونك جيت هنايا نكمد عظيماتي في هاد كما قلت لكم ان سبا فيه بيسين، بيسين بلي بول كبير، على قد الحال ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف، هو ان سبا. دونك حطيت الدراري الصباح كما قلت لكم، صافي قلت غادي نمشي نضربها بواحد التحميمه نكمل ليا العظيمات قبل ما غادي نسدوه، لان جا واحد القرار باش يتسدو ليكول لي كريش. المهم راني عاودت لكم، راه غادي نعاود لكم مازال في لا فيديو. قلت نمشي نسخن عظيماتي ونكمد عظيماتي قبل ما نسد عليا في الدار. دونك اللهم نفوز بعدا بهاد التحميمه. دونك هنايا سي ان اسباس كيقولوا لي اسباس اوسيان، كما قلت لكم فيه الجاكوزي، فيه اون بيسين، وفي واحد الجهه اخرى غادي ندوزو ليها غادي نوريكم. هنايا بلاصه في كتشربي القهوه ولا اتاي وكتاخدي لي ليفغ او ميم طون كتقراي او كتشربي اتاي ديالك. المهم سي ان اسباس ديتونت. هنايا هذا التكيه ديالو راه سخونه، كتسخن لك الظهر ديالك، كتجلسي وكتحطي رجلاتك هنايا كيسخن لك الظهر بحال الظهر ديالك كيتكمد. وهذيك الصونه خارجه على الاسباس. وهذا غادي نوريكم راه الحمام، يا لالا ومن قال الحمام. غنلبس هاد القنيطه، غادي ندير قماش قبل ما ندخل لافادير. هاد القماش راه زوين بالنسبه للناس اللي كتكون مزروبه ما بغاش دير شي قماش. هذا سان قماش نوريسون سكار ديال لوريال، بزاف زوين. انا كنديرو بعض الفترات ملي كنكون مزروبه ما عنديش الوقت كنستعمل هاد القماش. هذا دابا غندير القماش قبل ما ندخل نضرب عليا واحد العيدات ونتريكات هذا مع هاد الوباء اللي دابا علمونا به. بغيت نجي نضربها بواحد التحميمه بعدا نكمل عظيماتي بدا تانا جلسنا في الدار بدا نكون عظامي مكملين، مكاين ما حسن من الحمام يا ختي الحمام المغربي. ومشيت بلا تقديت لان البارح الرئيس تاع البريزيدون دار واحد الخطاب وغادي يسدو المدارس كاملين ويسدو المدارس لي كخاش و لي زيكول ديال الدراري. باقي ما عرفتش امتى غادي يحلو، دونك ابتداء من نهار اثنين كلشي ساد، المدارس لي زونيفرسيتي لي كخاش كلشي. ايوا مشيت تقديت شي شويه، حطيت الدار ستوب على ثلاث، تحبسنا في الدار وبقاو ما ناكلو ولادي خرجوا ليا من الجن ميقدروش يبقاو بلا ماكله. ايوا صافي قلت بدا نخطف التحميمه حيدها عليا. يلا غندير دابا هاد القماش ديال الجوي وغندخل نحط الخرقه والصابون البلدي. Thank you.
صافي هنايا ضربتها بواحد الحكه فاعله تاركه، الخرقه والصابون البلدي ديالنا المغربي، الصابون البلدي ديالنا المغربي والخرقه المغربيه لا يعلى عليها. واخا كنديروا هذوك لي غوماج اللي كنسوا كنشروهم سما كنصاوبهم في الدار بالقهوه وبالشوكولا، انا غدا نوريكم واحد الكوماج راني درتو في اخر لا فيديو درتو. مي انا شنو كندير حتى كنحك بالخرقه والصابون البلدي ابخي كنديرو هو الاخر اللي كيبقى عليها كنتشلل، ولكن ضروري من الصابون البلدي المغربي وضروري من الخرقه المغربيه، هادو جوج حوايج لا يعلى عليهم. دونك ابخي هنايا صافي ملي حكيت الخرقه والصابون البلدي خرج دات ان ماسك، هذا ماسك ديال لارجيل ديال الطين، فيه ثلاثه الانواع ديال الطين، فيها الطين الازرق والطين الابيض والطين الاخضر، دونك جامعينهم كاملين. هذه من لا مارك ديال لوريال، كنديرو ملي كيخرج ليا في وجهي كيخرج ليا فيه شويه ديال الحبوب، فيه لي زامبيرفيكسيون، كيحيد بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بريونس في الوجه ديالهم، اللي عندها شويه الحبوب سواء الحبوب بزاف سواء الحبوب اللي كيخرج من من فتره لفتره. انا دابا غادي نوريه لكم راه لوريال فوالا، و كي هو يا ديزانكروست فوالا ماسك اونتي امبيرفيكسيون، دونك راه زوين بالنسبه للبنات اللي بغات توحيد اللون ويحيدوا لها لي تراس وديروا وتجربوا. كنشرب لاله عليك واحد التيزان نرجعوا بها المجاج. الصونه دايرينها خارجه خارجه على هنا، ندخلكم تشوفوا. فوالا سخونه كاينه ريحه العود فنه، رائحه العود. دونك فوالا هنايا فين كاين الاحجار علكو على مجمر كبير حطوا فيه الشوايه راك ليا التشنشيط. دونك فوالا هنا كاين ثلاثة ديال لي بون، الاول والثاني والثالث، قد ما طلعتي قد ما السخونيه كتكون كثيره بزاف. وهنايا نورمالمون ما خصكش ديباسي 30 دقيقه، دونك كتشربي الماء قبل ومن بعد، كديري لا سيرفييت باش كتغسلي، و المهم ما بين 6 حتى 15 دقيقه و كتخرجي صايك. ملي كتسالي كديري ان دوش تياد باش كتحيد لك هذاك الشيء كلشي لي توكسين اللي خرجوا من الجسم ديالك. دونك فوالا هذه نظره شامله على الصونه. انا دخلتكم للصونه شتي واخا ما واخا ما معاياش، راكم بحال معايا. القماش ديالي هو هذا الاخر، دونك هذا القماش شنو كندير فيه؟ كندير فيه القهوه، القهوه حبوب ماشي هذيك ديال النسكافيه اللي كنشربو كتذوب في الحليب، القهوه فيه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، معلقه صغيره ديال العسل، معلقه صغيره ديال زيت الكوكو، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز. دونك هادشي كامل انا كنديرو من حتى كنحك نسالي بصابون البلدي، لان الخلقه ديالنا والصابون البلدي المغربي لا يعلى عليه. دونك هذه كنديرها الاخرى صافي وعليها كنتشلل، دونك كتوحد لينا اللون ديال الجسم ديالنا، لا عندنا شي مناطق داكنه كتصفيها مع الوقت كيولي ملمس ديال الجسم رطيب. و البنات اللي عندهم لا بو دورونج اللي كتكون عندهم بحال لا سيليليت، دونك مع المده كتنقص بزاف 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 صافي. دونك انا كنخليه اجي، وفيه الحامض حقا نسيت، فيه عصره ديال الحامض، دونك كنبقى ندير به ان كوماج بحركات دائريه، كنخليه واحد 15 دقيقه صافي عليه كنتشلل وكنخرج. الله على راح الله، ما بقاش القلب يخمم، ما بقاش القلب يخمم. اسمحوا لي راه صوتي داير بحال الكاسخول، شوفوا يديا طارت ليا الصبيغه، ما تشوفوش ليا صبيعاتي. المهم صافي خرجت عليه، شوفوا الوجه كيخرجي بريته لي سيرم كينقصوا ليا شي شويه. صافي دابا غادي نمشي للدار نلبس حويجاتي وغادي نمشي للدار. والله الا عرفتي كنخرج عظيماتي خفيف
أطير وحلق في السماء. يلا خليكم معايا. باي باي لبوت فلور، باي باي لتابلو، باي باي لسبا، إلى أجل غير مسمى. شوفي هنا بغيت نوريكم لي ماغازان ديال التقاديه، كل شيء ما بقاش خاويه بخاويه خاويه الدنيا. الناس خايفين على ريوسهم. انا رجعت من الحمام ومن لابيسين ومن هذاك الشيء، و غيحبسونا في الدار، غنبقاو في الدار. ايوا ملي غادي نبقاو في الدار اش خاصنا؟ خاصنا ناكلو، خاصنا نتقداو، فاش منعوا علينا حتى زعما ليميتي ديبلاسمون، ما تبقاوش تخرجوا بزاف. هادي دونك انايا قلت نحيد، انا ديجا مقديه من قبل وزدت هادشي ستوك اون بلوس، حيتاش انا اصلا ما غاداش نبقى نخرج بزاف، صافي غادا ليميتي الخروج وداكشي. دونك خديت هادشي انا غادا نوريكم. المهم هنايا خديت ثلاثة الباكيطات ديال الحليب، البنات اللي مشات وما لقات شي حاجه راه انا. دونك هنا خديت ثلاثة الباكيط حليب، هنايا خديت جوج باكيات ديال الماء، هنا خديت الزبده، خديت هاد لاباتيتيك كاريات، هادي راه كتجي زوينه البنات. هادي البنات اللي في هنايا في فرنسا راه كتباع في لوكليغ، هادي واعره كديروا بها لي فيتي. خديت الموتزاريلا، خديت لاباش كيري، خديت كيري، خديت هنا الفخوماج، هنا الياغورت، هنايا شويه تاع الطون بوغ لي سالاد وداك الشيء. هنايا خديت الحامض، لافوكا، المطيشه. المهم ديفاليزيت، عرفتي البطاطا؟ والبطاطا ما بقاتش، ولقيتها هذا، لقيت غير هاد البطاطا، هادي ديال 2 كيلو ونص واقيله، هادي وي 2 كيلو ودمي، 2 كيلو ونص هي اللي لقيت. عرفتي غادي نوريكم في الفيديو راني صورت بعد الحوايج. دونك خديت هاد جوج بطاطات بحال هكذا، وباقي عندي واحد ساك كبير عندي في الكراج، هادي الكاجو. المهم تقديت هداكشي اللي غادي نبدا نصاوب به الباكلافا وداكشي، باش ما غاديش نبقى نخرج. هنايا لي كاطو، هذا الباء وبرغر تا هو كينفعني. المهم هنا الموطارد. المهم خديت هداكشي اللي خصو يتخاد، لي بات ديجا عندي، زدت شويه ديال مرافق المسالب من باسمي، واخا ما كنشربش اتاي بزاف انا وليداتي، النعناع. الله عليك يا نعيني، على الله 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 الله، ريحتي ولكن ما كاينش محسن من النعناع تاع المغرب ديالنا. دونك خديت هنايا جوج دو بوت تاع النعناع، غادي ننقيهم نصاوبهم، غادي راه كندير ليه واحد الطريقه باش كيبقى الجدود ما كيبقى زعما شاد معايا، لان اصلا انا عندي بزاف شويه بعيد عليا. خديت هنا القزبر والمعدنوس حتى هما، غادا نقادهم ونصاوبهم. شوفوا هذا، هي لالا وتكات كسيدي، وتكات لالا وتكات كسيدي، وتكات لالا. شوف حدا عندهم الوباء وفرحانه، لا ماشي فرحانه، والله ما فرحانه، فرحانه حيتاش كناخذ ملي كنت ناخذ الاتاي كيفكرني في المغرب. خديت هذا اتاي، خديت الحمص حتى هو باش نرقدو ان شاء الله. يلا نبدا نوجد، باسكو راه كتعرفوا الواحد ملي كيكون خدام وداك الشيء راه ما كيكونش الوقت. وخديت هنا صافي، هنايا خديت اللحم، غادي نستغل الفرصه نيت باش غادي نوريكم كيفاش كندير انايا، كيفاش كندير هذا الطريقه ديالي باش كنصاوب اللحم وكنخليه في الكونجيلاتور. غادي نوريكم، كناخد هاد الصدوره ديال الدجاج، هيا فيلي دو بولي، فيلي دو بولي الال من عند الازار، من عند الجزار. وخديت غادا نوريكم نشارككم الطريقه ديالي زعما لتحضيرات رمضان، ولكن تحضيرات رمضان انا هادشي راه غادي يطير قبل من رمضان، عا غادا نوريكم غيطير قبل من رمضان. هنايا خديت لي بيلون تاع البولي، خديت 4 كيلو، هادي كدير شي 25 اورو، شي 5000 ريال. وخديت هذا شنو هو يا خياتي، هنايا خديت اللحم لو بو، اللحم ديالو زوين ما كيعجبني، يا تتهز ديال الحيمه، تهز ديال الحيمه، هو طاح، هو كيجمع
جمعهم ليا خاسرين ما قادينش مزيان. المهم انا هاد اللحم كامل راه كنشدو وكنغسلو دابا كنغسلو انا اصلا، ولكن دابا سورتو مع المرض غادي ندير ليه الخل ونخليه شي شويه واخا غيمشي ليه الفيتامين ديالو وداك الشيء، ولكن اختي معدي ما ندير ندير ليه الخل ونخليه يترقد شي شويه. صافي وخديت الكفته، انا راه عندي ديجا اللحم في الكونجيلاتور، ولكن زدت بس كفته يحبسونا ما نبقاوش ناكلو. اويلي اوالله صافي. هنايا شناهو هذا، هذا اللي كيجمع ليا العظيمات كنديرهم في الحريره، وهادو قطيبات، هادو قطيبات حتى غنعاود نقسم نكسلهم حتى هما ونقسمو. المهم غادي ندير لكم فيديو خاص ديال هاد اللحوم كيفاش كنشرملها ونشرملها ونقادها ونصاوبها، وغدا نوريكم كيفاش كندير. المهم هادشي هي المشتريات ديالي. صافي عزيزاتي، هنا كتسالى لا فيديو ديالي، ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله، نلقاكم بالصحه والسلامه. ما جالسه الطابله عمرتها، خايفين خايفين يا اختي رجينا، خايفين ما نبقاوش نخرجوا ما نلقاو باقي ما نعطيو الدراري ياكلوا ولا حنا ما ناكلو نيت، واخا انا ماشي مكاله ولكن غير الدراري الصغار بحال هكذا كيكون الوقت شويه صعيبه. دابا صافي غادي نجمع هادشي نستوكيه نخليه، هادشي اللحم وهادشي راه كنبقاو ناكلو منه، وهادشي غادي المهم غادي نبقاو ناكلو منه حتى يسالي ونتقداو عاوتاني مره اخرى ان شاء الله. يلا خليتكم بخير وعلى خير، ونقول لكم ان شاء الله لا بروشين فوا بو نوفيل فيديو، ما عرفتش شنو غادي تكون. غرو بيزوات و لا بروشين فوا، والله يحد الباس والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين كي كنا كي كانوا مسلمين وماشي مسلمين، يجمع زعما يحفظ جميع الامه وجميع العالم والناس اللي في العالم، تحفظهم وتنجيهم من هذا الوباء. خليت لكم الراحه ونقول لكم ان شاء الله لا بروشين فيديو. يلا السلام عليكم.